يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما علة النهي عن قول القائل توكلت على الله ثم عليك؟ لأن التوكل، لفظ التوكل عبادة، ما تقول توكلت على الله ثم عليك، توكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فلفظ التوكل لا يقال للمخلوق، إنما يقال في حق الله سبحانه. أما الوكالة تقول وكلتك، لا بأس، وكلتك تعمل كذا وكذا، هذا لا بأس، أو أنبتك لا بأس، أو عمدتك أو فوضتك، هذا لا بأس به. أما لفظ التوكل هذا من ألفاظ العبادة، لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم.